خصصنا جزء للحديث عن التحكيم بس بعد الفاصل، مش هلا نفصل الموضوع، نحكي عن المباراة. عمار، أول شيء مصطفى مبروك أكيد للهلال، وشكراً للفيصلي، شكراً للفريقين على المباراة الجميلة مصطفى. بصراحة يعني شوط الأوزات، الشوط الأول بدت مش مباراة كؤوس، بدت بدون جس نبض. أول دقيقة تسديدة لروماني صد عبد الله المعيوف، بعدين انفرادتين ماريجا مع، وبعدين انفرادي لبيريرا. الفيصلي فرصه كانت أخطر، قدر سجل هدف رائع جداً محمد العمري، يمكن كان قدر سجل واحد من الثاني كمان من كرة ثابتة، قدر رومان يجيب هدف، وكان ممكن جوليرمي يعمل نتيجة 3-0 بالكرة تصدى له عبد الله المعيوف. يعني بتحس اول 38 دقيقة انه الفيصلي الفرص كلها خطرة، مع انه الاستحواذ كان الهلال، بس الفرص الفيصلي كانت اخطر. طبعا سالم الدوسري بعبقرية، انا بعتبره هدف اكثر من رائع. طبعا تحرك رائع من محمد البريك لقدر عمل هالفنتين على جوليرمي، بعدين قدر سجل الجول، بعتقد يمكن يكون من هدف الموسم السنة في اورته، بس هدف رائع اعاد الهلال للمباراة. وحتى سالم طبعا نقطة التحول صارت بالطرد، انا برايي ما راح احكي على التحكيم، بس نقطة التحول بالمباراة، لانه اضطر مدرب الفيصلي يطلع خالد الكعبي ويغير طريقة اللعب، صار يلعب خمسة مدافعين، وطلع جوليرمي لحاله قلب الهجوم. عم يطلع عندك يعني تافاريس من المهاجمين مصطفى، بيمنع اي مدافع يطلع، فتغير كل طريقة اللعب، ومع هذا قدر سجلوا هدف يعني لقى كمان سنتين. نعم. بعدين الهلال طبعا خبرة الهلال، بس يحسب للفيصلي والمدرب الفيصلي انه أخذ المباراة لضربات جزاء. مبروك عيسى وأنت الهلالي، أعطينا رأيك بالمباراة. أنا أقول أيضا مبروك للفيصل أبو كرم، أنه هو قدم مباراة جميلة، كان ند يلعب بعشرة لاعبين، كان في الشوط الأول متسيد المباراة، كاد أن يضيف الهدف الثالث رومان أيضا بعد الهدفين، وتصبح 3-0 لولا براعة المعيوب. لعب في الهلال كما يشاء في الشوط الأول. المفاجأة، اتفق مع الدكتور، هي نقطة الانقلاب للمباراة، هي عملية الطرد. شاهدنا في المباراة أبو كرم هدفين رائعين جدا، العمري الهدف الأول للفيصلي، وهدف الأول بالنسبة للهلال سالم الدوسري. أعتقد رغم براعة مدرب الفيصلي بدون شك حقيقة، لكن هو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كان بعد تسجيل الهدفين أن تخرج في الشوط الأول بهدفين معنويا بالنسبة حتى إلى الخصم، انخفاض معنوياته هي الأفضل، لكنه هو خاطر وغامر بالنسبة. نعم. إلى الهدف الثالث، لأنه هو يشاف دفاع الهلال مفتوح. أتفق تماما أن من يستحق اللقب هو الفيصلي وليس الهلال. طيب.